تعدي كايا فيرتز الخطير الألماني، كايا فيرتز عاد اليمين وكرة أسبريكويتا، رايع كيلر، رايع الحارس الإيرلندي، رايع كيلر الإيرلندي، أفضل خلف لأحسن سلف أليسون بيكر، كرة رائعة للويز ياز وترويض أروع من الكولومبي مع شلوبا، إدياز يعدي خطورة التسوي جول شو هذا؟ إيش هو هذا؟ يا سنغالي إدوارد ماندي، إدوارد ماندي هجوم عكس فريق تشيلسي يقوده بوريسيتش مع كافيرتس، بوريسيتش افيرتس يوزع غريبة، لا 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 يا مستر ماونت، لا مش معقول وغير مقبول هذا الاهدار للكورة. بوريسيتش يطلب كرة، السلام فيها جول غريبة، ايش هذا يا مستر ماونت؟ ما هذا يا مستر ماونت؟ هبلت العباد، هبلت كل من يتفرج، جننت من لا يتجنن. تعود كرة سريعة ممتازة، الكرة للويس دياز، لويس دياز، دياز يوزع وتياغو سيلفا، هاجان ليفربول، ليفربول المهول، قوات اللعب على ماندي، قوات المباراة على ماندي. أرنولد كرة طويلة وفنجان فان دايك الغدار والمطالبة بضربة جزاء، تعود الكرة بمخالفة ضد محمد صلاح، ماركوس ألونسو يوزع، لوكا جول غدار، لوكا جول غدار، شفنا كيفاش تشيلسي كاد أن يختفي الانتصار. الإيرلندي على طريقة كبار العالم يأتي الأسبقية للريدز ليفربول، بلاكا وضاعت الكرة، مليون مبروك لجماهير ليفربول، ليفربول المهول، ليفربول أحمر اللون، رايع من أجمل ما يكون، الليفر مشاهدينا الكرام يسحر بنجوم الكبار في هذا الاختبار. هذه هي اللحظات يا سادة، ليفربول على سقف الكرة الإنجليزية في استاد ويمبلي الشهير، الكأس التاسعة، الكأس الغالية، الكأس التي كتبت التاريخ لفريق ليفربول، 9 ألقاب لأحمر ليفربول، هو المعلم، هو الأول بحضور الألماني يورغن كلوب اللي أعطى الابتسامة وكامل العلامة لفريق ليفربول.